السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في درسنا الجديد من سلسلة ICND. درسنا اليوم راح يتكلم عن الفاندمنتال الجزء الثالث، راح يتكلم عن البيزك IP Addressing أو مبادئ IP Address. راح نتكلم خلال هالدرس عن المدخل إلى IP Addressing أو مبادئ IP Addressing. راح أيضا نتكلم عن Network Subnet Mask وأيضا ما هو الـ ARP. زين، السؤال الحين لطيف المهم بحلقتنا هذه، شنو الـ IP Addressing أو ما هو الـ IP Address؟ IP Address من اسمه IP هو Internet Protocol Address. IP Address اللي هو عنوان فريد الكمبيوتر داخل الإنترنت، مو فقط الكمبيوتر، أي جهاز داخل الإنترنت مفروض إلى عنوان، راح يكون هذا العنوان يونيك، فريد من نوعه، ما يتكرر مع اثنين داخل الانترنت. طبعا هذا هو الاي بي ادرس. فكرته مثل عنوان البيت، اي بيت حاليا موجود مفروض له عنوان، الا اذا كان بيتك راح من توصل بيتك تقول مثلا تطلع على اسواق ابو علتان الفلانية، ثاني شارع على اليمين، بعدين ثالث شارع على اليسار، وبعدين في كشك اخضر وفي اولاد واقفين على راس شارع بيدخنوا سجاير، قول هذا بيتي هناك. لا صح، طبعا ممكن هذا يكون عنوان بيتكم، بس بالحقيقة المفروض بيتك له عنوان، اللي هو اسم البلد، المدينة، الحي مالتك او المنطقة، وبعدين اسم الشارع، وبعدين رقم الدار، هذا المفروض العنوان. نفس الموضوع بالكمبيوترات، الكمبيوترات كل كمبيوتر من الكمبيوترات راح يكون له عنوان، هذا العنوان راح يكون بهذا الشكل. شوفوا هذا هنا اكزامبل، اللي هو العنوان راح يتكون من اربع اجزاء، اربع ارقام، مثل هذا هنا، هذه الصورة بالخلفية السوداء ماخذها من الـ CMD، اذا اتكون اللي هو مثل الدوز، خلي افتحكم يا افضل، اللي هو هذا مثل هنا، نريد نكتب IP address، نكتب IP config، IP config طبعا راح يطلع لي عدة معلومات، من ضمنها حيطلع لي المعلومة الاني اريدها اللي هو هذا، هذا هو الـ IP address. IP address مع الـ IP address يجي في شيء اسمه subnet mask راح نتكلم بيه على شوية، والديفولت gateway ايضا راح نتكلم عنها، وعندنا ايضا الفيزيكال ادريس اللي هو الماك، بس هسه اللي يهمنا هو هذا الاي بي ادريس. طبعا في طرق اخرى طلعوا بها الاي بي ادريس، يختلف من اوبريتنج سيستم الى ثاني، بس الاي بي ادريس بصوره عامه راح يتكون من اربع اجزاء. على سبيل المثال خلينا نفرض ان هذا الاي بي ادريس مالتنا 168.1.127. زين، IP address راح مثل ما قلنا يتكون من أربع أرقام، هذه الأربع أرقام تفصل ما بينها نقاط. زين، كل رقم من هذه الأرقام راح نسميه أوكتل. كل رقم من هذه الأرقام راح نسميه IP أوكتل. اوكتيت اللي هي مشتقة من كلمة باللاتيني اللي هي ثمانية، اعتقد باللاتيني اوكتيل او اوكتيت، السبب ان هو يعتبر اربع بيتس بالباينري، راح نتكلم عليها بعدين. فهسه كل هذا جزء من هذه الاجزاء اللي هو اوكتيت واحد. مع الاي بي ادرس يجي في شيء ثاني واللي هو الماسك، اللي هو ممكن يكون 255 بهذه الحالة، 255 ليش اكتبه بهذا الشكل، خلينا نمسحها، نكتب الاي بي مره ثانيه بمكان اوضح، راح نكتبه هنا 192.168.1.10، وهذا حيكون 255.255.255.0. هذا حيكون السبنت ماسك
وهذا هو راح يكون الـ IP address، الـ IP مالتنا. الفكرة من الـ IP address والـ subnet mask، الـ subnet mask وظيفتها هي أنه تفصل الـ IP address إلى جزئين. خلي أغير اللون مال القلم. تفصله إلى جزئين. كيف تفصله؟ الجزء من الـ IP address اللي تحته راح يكون موجود 255.255. هذا الجزء راح يعتبر النيتورك ادريس. يعني الـ IP address هو مثل أي عنوان موجود، مثلا عنوان بيتكم راح يكون بيه جزئين، جزء هو عنوان الحي أو المنطقة، وجزء واحد هو عنوان الدار. الدار هذه جزئين. راح يصير ان الـ IP address ايضا راح يكون مقسم الى جزئين. الجزء الاول وهو هذا الجزء، هذا راح يكون الـ network address، والجزء الثاني اللي هو هذا راح يكون host. اكيد انتو استنتجتوا انه عنوان الماسك هذا الاي بي ادرس، هو الاي بي ادرس هذا الاساس الفوق. عنوان الاي بي ادرس اللي تحته بالماسك راح يكون مكتوب 255، راح يكون هذا الاوكتت تابع الى النيتورك، نيتورك بارت نسميه، جزء النيتورك. شوفوا هذا ال 168 ايضا راح يكون تابع للنيتورك، الواحد ايضا راح يكون تابع للنيتورك، والعشرة راح يكون تابع للهوست. طبعا ممكن يتغير حسب الماسك اللي هنا موجود. طبعا ايش نستفاد من عندها؟ نستفاد من عندها كالاتي. فلنفرض انه هذا هو الكمبيوتر مالتكم، الكمبيوتر مربوط بسويتش، ومربوط ايضا كمبيوتر اخر، وبعدين مربوط براوتر، وانتم مربوطين بالانترنت. على سبيل المثال خلينا ناخذ هذا الرسم الحالي موجود. اذا تشوفون هنا بالرسم راح يكون عندنا سيرفر، ممكن عندنا راوتر، راح يكون عندنا كمبيوتر هنا بي سي، هذه نقدر نسميها بي سي 1 وهذه بي سي 2، مربوطين بالسويتش وهكذا. شوفوا الاي بي ادرس راح يكون هنا 192.168.1.2 والماسك 255.255.255.0. هذا معناته اذا اكتبها بشكل اوضح هنا 192.168.1.2، وتحت الماسك راح يكون مكتوب 255.255.255.0. هذا يعني انه الجزء هذا اللي هنا راح يكون نيتورك، وهذا الجزء هو هوست. فهنا اذا تتبون الكمبيوتر الاول، الكمبيوتر هنا بي سي 1 وبي سي 2، الجزء الاول مالتهم من الاي بي ادريس النيتورك راح يكون نفسه، عندهم نفس النيتورك بالضبط، بس الهوست هنا 3 وهنا 2. اذا هذا مختلف بسبب ليش؟ انه الماسك انه اخر اوكتل بصفر، فمعناته انه الرقم هناك طبعا ما ممكن عندهم نفس النتورك. كمبيوترات 2 او اي جهازين عندهم نفس الاي بي ادرس، لازم في اختلاف، بس الاختلاف المفروض يكون بالهوست بارت. ايضا هنا الراوتر هذا الانترفيس الى هذا الاي بي ادريس، حتشوفون انه اول جزء، الجزء النيتورك حيكون متشابه، وايضا جزء الهوست راح يكون به الاختلاف. اما بالنسبه للسيرفر، لا للسيرفر نهائيا مختلف، مو لان هو سيرفر، لا ممكن يصير هنا ايضا عندنا بي سي، بي سي وبها اي بي ادريس مالتها ايضا راح يكون 1.1.1.2 على سبيل المثال، بسبب ايضا انه هذه الاجزاء الاولى عندنا 350، معناته اول ثلاث اوكتل هي النيتورك، ولهذا لازم تكون مشابهه، واخر واحد هو جزء الهوست لازم يكون مختلف.
هذا هو الفرق. ليش نحتاج سبنت ماسك؟ سبنت ماسك او الماسك هنا مثل ما تشوفون وظيفته انه يدلينا او يظهر للكمبيوتر او لاي جهاز ثاني موجود بالنتورك اي جزء من الاي بي ادرس هو النتورك واي جزء هو الماسك. بالعودة الى الشاشة اللي قبلها هسه صار عندنا فكرة عن ما هو الاي بي ادرس، الرينج المستخدم. الرينج المستخدم مثل ما قلنا مرة ثانية حنتكلم عليها انه اي اوكتل من هذه الاوكتلات ممكن نستخدم اي رقم ما بين 0 إلى 255. والاي بي ادرس قلنا انه يأتي مع سبنت ماسك وديفولت جيتوي. زين ديفولت جيتوي ايش راح تكون؟ ديفولت جيتوي اذا تنتبهون على هذا الرسم راح يكون عندنا كالآتي، انه ويا كل كمبيوتر، يجوز انا ما حاطها بالرسم، بس مع كل كمبيوتر راح يكون عندنا فشي اسمه ديفولت جيتوي. اذا نرجع للرسم السابق، انا اتوقع اكثركم شايفين هذه اللوحة، هو المكان اللي ممكن ندخل بيه الاي بي ادرس بالكمبيوتر. هذه مأخوذة من ويندوز اكس بي، انه ندخل الاي بي ادرس للجهاز وندخل السبنت ماسك وندخل فشي اسمه ديفولت جيتوي. وايضا هنا اذا انتبهون من سوينا شو اي بي كونفيج، او مو شو اي بي كونفيج، من كتبنا بالكمبيوتر اي بي كونفيج اللي هو هذا، بعد من كتبنا هنا اي بي كونفيج هذا الانستركشن بالدوز طلعنا هنا الاي بي ادرس وطلعنا ايضا معاه فشي اسمه ديفولت جيتوي. زين ما هي الديفولت جيتوي؟ راح ارجع على هذا الرسم التوضيحي. ديفولت جيتوي بهذه الحاله راح تكون عاده هي عنوان الاي بي ادرس للراوتر مال بالنتورك مالتكم. بهذه الحاله راح يكون الديفولت جيتوي، ديفولت جيتوي راح يصير 192.168.1.1. شنو وظيفة الديفولت جيتوي؟ قبل أن نتكلم عن الديفولت جيتوي خلينا نتكلم أنه كيف المعلومات تنتقل داخل النتورك. من حنتكلم عن النتورك حنتكلم عن هذا الجزء فقط، هذه النتورك مالتنا قبل الراوتر. راح يصير كالآتي، نفرض أنه هذا الكمبيوتر 192.168.1.2 يريد يرسل رسالة إلى هذا الكمبيوتر اللي هنا أنا. فرضا هذه الرسالة داتا نفرض معينة يريد يرسلها. الداتا هذه مثل ما تذكرون راح يكون بها عندنا حتكون داتا راح نضيف لها فتشي اللي هو TCP header، راح نضيف لها أيضا IP header، وحنضيف لها فريم هيدر اوكي وتيل اللي هو الديل مالت الفريم. بالاي بي بالتي سي بي اي بي راح نحط البورت سورس بورت ديستنيشن بورت او نستخدم بروتوكول تي سي بي او اليو دي بي. بالاي بي ادرس راح نحط معلومتين اللي هو اول وحده الديستنيشن اي بي ادرس اللي هو بهذه الحاله راح يكون ايش اذا احنا راح مالتنا الباكت طالع من بي سي 1 من بي سي 1 رايح الى بي سي 2 الديستنيشن اي بي ادرس راح يكون بهاي الحاله 192.168.1.3 والسورس اي بي راح يكون بهذه الحاله اللي هو العنوان المرسل من اللي هو 192.168.1.2. زين بالفريم هيدر راح نحط معلومتين ايضا اللي هي راح يكون الماك ديستنيشن وراح يكون الثانية الماك سورس. الماك ديستنيشن راح يكون هو هذا كيب اني اسف طلعت من البرزنتيشن. زين نرجع الماك ديستنيشن راح يكون هو هذا هو الماك ادرس
هذا هو المعقد الرأس مالتنا. احنا تكلمنا عليه بالمحاضرة السابقة بشكل مختصر، قلنا هو الفيزيكال ادريس للجهاز، هذا هو الماك مالتنا. ففي حالة الماك سورس، الماك ديستنيشن مالتنا راح اكتب بس اخر اربع ارقام من عنده، 1 1 3، والسورس راح يكون هذا اللي هو 1 1 1 2. اذا صاعدنا هذه الرسالة، هذه الرسالة من حتمشي راح توصل بالسويتش، السويتش راح يقوم راح يفحص الديستنيشن ماك ادريس، حيشوفه 1 1 3، وحيعرف انه لازم يرسله بهذا الاتجاه. بدأت الشغلة زين. بحالة ان الكمبيوترات اول ما تشتغل، عادة الكمبيوترات ما تعرف الماك ادريس مالت الكمبيوترات الثانية الموجودة بنفس النيتورك. يعني على سبيل المثال اجيتوا تربطوا الكمبيوتر مالتكم، ربطتوه بالنيتورك داخل هنا، الكمبيوتر اول ما حيشتغل راح ياخذ الاي بي ادريس من في السيرفر اسمه دي اس سي بي، او نفرض انتم حاطين الاي بي ادريس مني والله، حنتكلم عن دي اس سي بي بالدروس القادمة. بالبداية الكمبيوتر يعرف فقط الاي بي ادريس مالته. زين كيف راح يعرف الاي بي ادريس، او كيف حيعرف مثلا ال 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 نيتورك الماسك او الماك للبي سي 2؟ ما اعرف سامعين في شيء اسمه بينج؟ بينج هذا فد انستراكشن جدا لطيف يستخدمه بالفحص. انا اتوقع اكثركم اذا عندكم شويه مبادئ عن نيتورك بسيطه يجوز مر عليكم البينج. البينج هو يشتغل كالاتي، نفرض ان انا هسه اريد اسوي بينج، راح اكتب بينج اللي هو نفرض 10 10 3 1، هذا اي بي ادريس للراوتر مالتنا. ايش راح يسوي هذا البينج؟ راح يرسل رساله من الكمبيوتر مالتي، راح يرسل رساله الى راح يرسل رساله من الكمبيوتر الى الراوتر، وبعدين يرجع له ريبلاي من عنده. هذا يسموه بينج. بينج ببساطه هي رساله داتا فيها فد معلومات دمي، ونحط لها ايضا اي بي ادريس سورس ديستنيشن وكذا. بس البينج قبل لا يطلع من كمبيوتركم بس، او قبل اشعلكم بالبينج، خلينا نرجع مره ثانيه بس اشوفكم اياه. شوفوا هنا البينج كيف اشتغل. من ارسلت بينج، الكمبيوتر ايش سوى؟ بعث اربع رسائل. الرساله الاولى ارسلها لهذا العنوان 10 10 3 1، رساله محمله ب 32 بايت، استغرقت اقل من 1 ملي سكند عشان تروح وترجع الرسالة. بعدين عاد المحاولة مرة ثانية، أيضا استغرقت أقل من 1 ملي سكند، راحت ورجعت وهكذا. فرضا إذا أسوي بينج على فد عنوان مو موجود، بينج مثلا 10 10 1، هذا مو موجود عندنا العنوان أصلا، عنوان غلط، فراح يبقى يحاول يرصد، فراح يقول لي request time out، معناته أرسل رسالة والرسالة ما رجعت، فلهذا قال request time out. زين مو هنا القصة، اللي يهمنا بالموضوع البينج أكيد فشي مهم حنستخدمه كثير خلال هذا الكورس، بس اللي يهمنا بالموضوع هو مو البينج. الكمبيوتر فرضا المثال أنه هذا الكمبيوتر هنا بي سي 1 أرسل بينج إلى بي سي 2، هذا البينج احنا كتبنا بينج اول ما راح يجي بي سي 1 يحتاج بالرساله مات البينج، نفرض هذه البينج، رساله البينج هذه هي الداتا اللي احتويناها 32 بت قبل شوي شفناها داخل البينج، يحتاج هنا بالفريم هيدر يحط ديستنيشن ماك ادريس. زين هو الكمبيوتر كيف حيعرف بي سي 2 ديستنيشن ماك ادريس؟ هذه بي سي 2 كيف حيعرفها؟ راح يسوي كالاتي. الكمبيوتر راح يرسل في شيء اسمه ARP اللي هو Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol فكرته هو كالاتي، أن الكمبيوتر أنا طلبت من عنده أنه يرسل ping إلى PC2 اللي هو هذا IP address مالته 192.168.1.3، فهو راح يحاول يرسل رسالة بس ما يعرف الماك ادريس، فراح يرسل رسالة بالبداية، هذه الرسالة اسمها برودكاست ARP.
IRP broadcast. broadcast مثل انه حيذيع، حيصيح بصوت عالي، حيرسل رسالة الى السويتش، والسويتش راح يرسلها الى كل الاجهزة المرتبطة به. راح بهذه الرسالة يسأل، يقول من هو صاحب IP الادرس اللي هو 192.168.1.3. طبعا السويتش حيستلم، الراوتر حيستلم هذه الرساله، حيقول اني الاي بي ادريس ما تختلف، اذا ما لي علاقه بالموضوع. من حيستلمها؟ حيستلمها بي سي 2. بي سي 2 حيجاوبه، حيقول اني صاحب الاي بي ادريس 192.168.1.3. فالبي سي 1 وطبعا داخل هذا الرد راح يعطي ايش يرسل معه، يرسل الماك ادريس. فهنا بي سي 1 صار عندها الماك ادريس. بعد ما حيكون عندها ماك ادريس، راح ترجع بي سي 1، شو تسوي؟ تريد ترسل البينك. فالبينك كيف حترسله؟ راح ترسله، تيجي هنا تحط الداتا والتي سي بي اي بي هيدر، وتحط الاي بي ادريس السورس والديستنيشن، بعدين تجي تحط الماك. نا صار عندها الماك، فهذه الرسالة راح تمشي توصل للسويتش، والسويتش ايش راح يسوي؟ راح يشوف الديستنيشن ماك ادريس، وعلى اساسها راح يرسلها الى بي سي 2. بي سي 2 حتستلم، بي سي 2 ايش راح يسوي؟ حتجاوبه، راح ترد له الرسالة بنفس الطريقة، يقول له انه وصل البينك، فحيطلع لكم التو ريبلاي داخل البينك. زين، الموضوع الاساسي اللي احنا بدينا بيه هذا الشرح هو ما هو ال Default Gateway. Default Gateway. Default Gateway اللي هو يستخدم، احنا قلنا Default Gateway هو دائما حيكون عنوان الراوتر، هذا الانترفيس هو راح يكون الـ IP address مالته، هو حيكون Default Gateway. الفائدة مالته بعد مثل ما احنا كتبنا انه Default Gateway مالته راح يكون 192.168.1.1 اللي هو نفسه هذا 192.168.1.1. الفكرة مالته انه فرضا الكمبيوتر مالتكم فتح ويب سايت، او ردنا نسوي بينج على فد اي بي ادريس هنا بالانترنت اللي هو 1.1.1.1، فراح يصير انه هنا الديفولت اي بي ادريس راح يكون destination IP address، راح يكون بدل هذه الأرقام راح يكون 1.1.1.1، والsource IP address راح يبقى نفسه. زين، الماك address destination والsource ايش راح يكون؟ الماك address بهاي الحالة من نريد احنا نرسل الى سيرفر هنا موجود، لازم نحط الماك address مارت الديفولت gateway. فانتو مباشرة اول ما راح كمبيوتركم يحاول يرسل الى فشي خارج النيتورك مالته، انا راح يجي يشوف انه يشوف اول ارقام، راح الكمبيوتر مالكم يقارن الديستنيشن اي بي ادريس اللي هنا هو مطلوب 1.1.1 اللي هو هذا، حيجي يقارنه مع النيتورك ادريس مالته، حيشوف انه الارقام النيتورك ادريس يختلف، فلهذا الكمبيوتر راح يقرر او راح يستنتج انه هذا الاي بي ادريس هو خارج نطاق النيتورك الداخلية اللي هي هذه داخل المربع الأخضر، فراح يقرر أنه يرسلها إلى Default Gateway، ولهذا راح يحط MAC address للDefault Gateway اللي هو راح يكون 1.1.1.1، والSource MAC address راح يكون 1.1.1.2. أوكي، نرجع هنا للسلايد القبلة. الحين احنا تعلمنا شنو هو الIP address والSubnet Mask، وتعلمنا ايضا ما هو البرودكاست مسج، الاي ار بي تعلمنا عنه، والماك ادريس كيف يبحث عن الماك ادريس اي بي تعلمنا عليه، اي ار بي شفنا البينك شفنا كيف يشتغل، والاي ار بي. بس قبل ان ننهي هذا الدرس اريد اشوفكم الاي ار بي عملي هنا. فرضا نقدر نكتب انستركشن معروف اي ار بي ماينس اي، شوفوا هذا ايش راح يشوفنا، راح يشوفنا الـ IP address، كل IP address وايش هو الماك address مالته المقابلة، هذا حتتخزن table داخل الكمبيوتر،
الكمبيوتر بهذه الحالة حيعرف راح يحفظها، بحيث مرة واحدة هو حيطلب عن طريق الاي، راح يكون عنده مثل اي بي ادرس، وراح عن طريق الاي ار بي يطلب الماك ادرس مالته يجي بيش حيعرف. اشوف الماك ادرس دائما ينكتب بعدة اساليب مختلفة. الماك ادرس هو عبارة عن كم كاركتر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، اللي هو عادة 12 كاركتر. 12 كاركتر هذه هكسا ديسيمال، معناته تبدي من الصفر الى، ممكن يكون 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وايضا ممكن يكون اي بي سي دي اي اف، معناته هكسا ديسيمال من الصفر الى الاف، هذا الرينج معناته. وهو بالحقيقة 48 بت او 12 هكسا. هذا هو الماك ادرس. في بعض الاحيان ينكتب بهذه الطريقة، انه مثل 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1، او في بعض الاحيان يكتبوه بهذه الطريقة 1 1 2 1 1 1، ما اعرف يعني كل مرة شكل. بالراوترات حتلقوه مكتوب بهذه الطريقة، في بعض الاحيان بالكمبيوترات تلقوه مكتوب بهذه الطريقة، مختلف الحالات بس ما يفرق، بس بالنهاية هو نفس التسلسل. اعتقد هاي اللي درسنا اليوم، هو تكلمنا عن الاي بي ادرس بصورة مبسطة، وتكلمنا عن النيتورك سبنت ماسك وعلاقة السبنت ماسك بالنيتورك والديفولت جيتوي والماك ادرس، وايضا تكلمنا عن الاي ار بي. شكرا لاستماعكم، واتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس.